أكدت صحة محافظة الأنبار عدم تسجيلها أي إصابة بوباء الحمى النزفية حتى اللحظة، واضحة أنها أعلنت حالة التأهب القصوى للتصدي لأي طارئ واحتواء الأزمة. وخلال ندوة موسعة لمستشفى الفلوجة، عرض ممثلو وزارة الصحة ودائرة صحة المحافظة عرضوا تعريفا بالإجراءات الصحية لازمة تجنبا لانتشار الوباء في المحافظة. ومن جانبها أكدت دائرة صحة الأنبار أنها وفرت أماكن خاصة لعزل المصابين بالحمى النزافية في حال تسجيل أي إصابة، كاشفة عن التنسيق مع القوات الأمنية لمنع تنقل الماشية في المدن وأيضا الأماكن غير المخصصة لها. توجيه المستشفيات بتهيئة ردهات العزل وتهيئة كافة المستلزمات وال يعني الأدوية اللازمة وأيضا الاستعدادات لمواجهة أي حالة محتملة لا سمح الله. فيما يخص يعني تسجيل الحالات، لم تسجل لدينا أي حالة اشتباه لحد الآن والحمد لله. طبعا من ضمن الإجراءات أيضا تم يعني التواصل مع محافظة الأنبار والجهات ذات العلاقة من قيادة الشرطة والدوائر البلدية لأيضا رفع مستوى التأهب والاستعداد وأيضا منع دخول الحيوانات وتنقلها بين المحافظات، خصوصا من وإلى المحافظات التي سجلت حالات بمرض الحمى النزفية. نعم، لم تسجل محافظة الأنبار حالة في هذه المرحلة، ولكنه قد تكون هناك حالات خاملة موجودة. في كثير من الأحيان هناك كثير من المواشي تحمل المرض ولا تظهر عليها علامات، وهذه هي تكمن الخطورة بالنسبة لمرض الحمى النزفية.